السلام عليكم ورحمة الله. حلقتنا اليوم مختلفة في مشهدها وفي موضوعها قليلا تختلف. المكان هنا جميل، هذا الريف الزنجباري، نشاهد حقول هنا واسعة وناس تعمل. دلونا على أحد الإخوة مربي الأبقار تحديدا، وبدأنا نشوف الأبقار من بداية الطريق ولعلها تدلنا على صاحب هذا المكان. ضيفنا وضيفكم راح نتعرف عليه بعد قليل. ما أدري الطريق إيش كثر، طويلة قصيرة، لكن إحنا رايحين بنشوف لين ما نوصل له. عندنا دليل شوية قدام ورايحين سوا. هذه هي طبيعة زنجبار، يعني زنجبار جزيرة بأكملها خضراء، وبأكملها هي مش خضراء فقط إنها الطبيعة، ولكن الحقيقة كلها مزارع، مزارع النارجيل، مزارع القرنفل، مختلف المنتجات، الموز، كثير كثير، يعني ما ينعد بصراحة. فمتعة أن تتمشى في الريف الزنجباري، متعة غير عادية بصراحة. الجو اليوم حلو كثير، الطقس معتدل. احنا الآن في شهر مارس نصور هذه الحلقة، أمطار، وهذا موسم أمطار، يعني ما نجلس يومين، ما تصور مروا يومين على بعضهم بلا أمطار. هو موسم الأمطار يسمى موسم المسيكة، هذه الأمطار التي تأتي وتستمر لفترة ليست بالقصيرة، وتستمر حتى البعض يقول هنا أنه في الفترة الحالية خفت قليلاً، ولكنها زمان كانت تستمر ليل نهار أمطار المسيكة. لذلك هم ينتظروها كثير، يعني في هذه الأمطار خير كثير، يزرعوا، يحطوا شتلاتهم. بالنسبة للي يزرعوا الأرز أيضاً لاحظناهم في هذا الوقت يبدو بالغرس. ضيفنا موجود في هذا السهل الفسيح، ومبين هناك قطيع من الأبقار قادم، أتصور بنفسه يسوق هذا القطيع. سهل كبير جدا يبدو، هنا المكان اللي يربي فيه هذه الأبقار، بنعرف التفاصيل بعد شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ، كيف الحال؟ مرحبا. شو أخبارك؟ كيف الحال؟ طيب يا أخي. كيف صحتك؟ الحمد لله. صحيح بخير؟ الحمد لله. شاب سعيد؟ الحمد لله. سعيد بن سليمان؟ سعيد بن سليمان الفاضل الزكواني. الزكواني؟ أيوه. والنعم، هنا تربي الأبقار؟ أيوه، لكن تو هذا الوقت هذه الفلاح يزرع الشلب. الفلاحين يزرعوا الشلب؟ أيوه. ماها. وهذه مزارع هذه؟ هذا المزارع هنا ما الحكومة. حل حكومة. أيوة. طيب انت كيف تجيب الابقار مالك هنا؟ ما رخصه فيها؟ رخصه. اها، يعني هذاك زراعه الناس؟ لا، هذا زراعه مال الناس، لكن هذا ظني بر، يعني عادي. هذا ما زراعه هذه. هذا حشيش بس. هذا حشيش بس، من البقره، من الغنم. اها. هوب، شيء ابقار وثيران هنا. ايوه. ها، هم هذلا بس ولا في غيرهم؟ شيء غيرهم. شيء غيرهم. وهناك عند البيت؟ ايوه. اه. متى تحلبوهن؟ متى تطلعوا الحليب؟ الصباح ولا العصر؟ لا لا لا، في الصباح. الصباح. ايوه. لازم الصباح. الصباح وروح، لكن وقتي بعد شهرين. في الصباح بس. بس في الصباح. وفي وقت يكون صباح وعصر. شيء وقت الصباح والعصر. اها. يعني ممكن في اليوم مرتين؟ ايه مرتين. البقرة الواحدة كم لتر تعطيك حليب؟ تقريبا ما في، 8 إلى 10 لتر. 8 إلى 10 لتر؟ أيوة. البقرة الواحدة. طيب هذا يعني كمية كبيرة، أنت وين توديها؟ وين تشلها الحليب؟ وين تشلها تبيعه؟ بيعه البلد. تبيعه في البلد؟ أيوة. على المصنع، على الفاكتوري، ولا على الانسان ويشرب؟ مع الناس. انت عندك ناس تودي لهم؟ لا، يعني يجي حد هنا في البيت يشله ويروح يبيع في هذا، في جلانات كبار؟
ولا كل حد يريد حتى شوية تودي له؟ كل حد بلاقي كمان ما يريد أعطيه على قياس ما يبغى. أيوة. آها. وكيف سعر الحليب؟ كم ثمنه؟ ثمن لتر واحد بالألف واحد. اللتر بألف. أيوة. رخيص بالنسبة لنا يعني في عمان. في عمان واجد بيكون غالي في بالنسبة لي هنا. صح؟ يمكن يعني بيسة 250. 250 بيسة. أيوة. يجي 250 بيسة؟ أيوة. اللتر. لتر. آها. عجب قريب ما واجد واجد بعيد. زين كيف ننهمهن؟ هذا ما اسمه. آه؟ لا لا. ما فيهم أسماء؟ عاطلهم أسماء؟ ما لهم أسماء. ما لهم أسماء؟ لا. طيب الحين أنت إذا تريد تجمعهم مكان واحد كيف تسوي؟ شوي آه. يمكن شبه من الناس هذا. يلا نشوفها عن تاكل أموال الناس. زين يلا. انت هين حدك يعني هين مفروض توديهن بس هنا؟ المرعى المرعى ايه؟ مالك هذا بس؟ هذا مالي؟ ايه ايوه مالي هذا. لا الحشيش. الحشيش ايوه. يعني هذا المرعى هذا المكان بس ولا في اماكن غير؟ شيء مكان غيره. اه شيء مكان هذا قدامه خيره. انت كل يوم هناك لابد تشوف هناك في مكان معين. غير ما شاء الله. انت اليوم كم عمرك شيخ زيد؟ من انا؟ اي يجي 70؟ لا لا لا. ها؟ لا لا 59. 59؟ ايوه. بس 59؟ ايوه. ما زيد شويه؟ لا. ها؟ لا. زين لكن ما تعب عليك هذا الشغل؟ لا الحمد لله رب العالمين ما تعب. لا لان في حركه. ايوه. والحركه بركه. نعم حركة بركة ايوه. ايه. يعني وين ينامن الابقار هذول؟ في البيت كلهم يناموا؟ ايوه يناموا. ولا برا؟ لا ما برا هناك في البيت. في البيت؟ ايوه. في الزريبة في الدرس؟ نعم. زين وكيف تبدا اليوم؟ من الصبح قمت وصليت الفجر شربت شاي بعد كذا ايش تسوي؟ 10 الساعة في الصباح. اها. إلى 6 مغرب. الساعة 10. أيوة. اللي هي نحن نقول الساعة 8. أيوه. الساعة 8. 10 4 2 10 10 توقيت عربي ولا إنجليزي؟ لا 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 10 بالإنجليزي بالعرب. الساعة 10 بالعربي. أيوه. آه. في الصباح. الساعة 10 عربي. أيوه. الساعة 10 عربي الله يسلمك. أيوه أيوه. يعني الساعة 4؟ إلين إلين 6. إيه. مغرب. يعني من الفجر؟ لا لا من الفجر. ما الفجر؟ لا في الصباح. اها زين. في الصباح تطلع ويا الابقار؟ يمشي بياهم 8 ساعات كل يوم. كل يوم 8 ساعات؟ ايوه. انت تتمشى مع الابقار؟ ايوه. ما شاء الله بس وقت طويل هذا. الحمد لله. ويوم يجي وقت الغداء الظهر ترجع البيت ولا هنا؟ لا 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 ماشي غدا. ماشي غدا. إلين نرجع. إلين المغرب. ايوه. كم سنة تربي أبقار؟ تقريبا. لا من شهر 66. من سنة 66؟ ايوه. ما شاء الله. من سنة 66 إلى الآن أنت يعني من يوم طفل صغير. نعم. 66 أنا 66 يجي 15 سنة. سنة عمرك تقريبا 15 سنة. ليش اخترت الأبقار؟ نعم. يعني الأبقار فيها شغل واجد تعب. نعم. ليش اخترت تشتغل في تربية البقر؟ هذا يعني جعل الله. نعم. اي بس الانسان عنده اسباب. نعم. عنده اسباب. شياب اول شياب يشتغلوا في البقر؟ شياب ايه يشتغل. ابي نفسه كان هو يشتغل. والدك كان يشتغل في البقر.
إذا أنت وارث هذا الشغل، وارثنا نعم. عن أبوك. نعم الله يرحمه. نعم أنت مولود في ذي الدار، مولود في زنجبار؟ أيوة. ولا في عمان؟ لا أنا من هنا. هنا مولود. أيوة. وشايبك؟ شايب وصل هنا من شهر 1943. سنة 43. أيوة. الشايب جاي سنة 43. أيوة. آها. جاي من عمان. نعم. آه. تعرفه من هين جاي؟ أيوة. من أي ولاية؟ من أي؟ الأب من زكي. من زكي. أيوة. من زكي. المعيوط. المعيوط. أيوة. والأمي من القشاع. من القشاع. أيوة. من الجبل الأخضر. أيوة. ما شاء الله. زي وأنت رحت عمان ولا ما رحت؟ رحت. أيوة. كم مرة؟ 98. 98. أيوة. بس مرة واحدة؟ بس. جلست واجد ولا شوية زيارة بس؟ 3 أشهر. بس. أيوة. ورجعت. أيوة رجعت. ما تجي مرة ثانية؟ كأنه أنت خايف لا يطلعن. نعم. إيش يقول لك الرجال ذاك؟ يقول خلي. آه. لا توسوس. نعم. استي وسواس. نعم. كيف يقول لك؟ ما عنده وسواس. ما عنده وسواس الحمد لله. متعاونين الناس هنا. نعم الحمد لله. لأنه هذه طبيعة الشغل في الزراعة وفي الحيوانات، لازم الناس يتعاونوا يعني. نعم. قلت لي من الأهل موجود في عمان؟ موجودين الأهل؟ حد من أعمامك؟ من عمتي. عمتك؟ عمتي موجودة. في عمتين؟ أيوة. عصيرة بنت فاضل، أمية بنت فاضل، أخوات الشايب هذا. موجودين بعدهم في عمان؟ لا. نعم توفوا. الله يرحمهم. حد عندك اخوان؟ من هناك. انت؟ ولا هنا؟ هنا. حد عندك اخوان؟ ايوه. كم واحد؟ اثنين. أيوه. انتم كلكم اثنين ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة. كلكم ثلاثة؟ ايوه. ما شاء الله. وفي ايش يشتغلوا الاخوان؟ نفس الشغل هذا؟ لا. كل حد في شغله. ايوه. والاولاد كيف؟ ولادي؟ ايه. ولادي انا؟ ايه. ما يشتغلوا هنا؟ لا. هو يسوق سيارة بس. سيارات؟ ايوه. شغل سيارات؟ ايوه. ما بغيتهم يشتغلوا هنا؟ لا ما يرموا. ما يرموا؟ ما يرموا. ليش ما يرموا؟ شباب؟ شباب اليوم ما شباب زمان. ها؟ ايوه. يعني الكبير يروم والصغير ما يروم؟ كبير. رجال هذول؟ الأول. هي. لكن ما توها. ما مال تو. هذه المشكلة في كل مكان والحلال. عرفتوا نفسه؟ عندنا نفسه أكيد. أيه. الشباب من في الشياب مال أول؟ الشياب يتحملوا. الحمد لله رب العالمين. تحملوا الحياة وتحملوا التعب. Kutwa tu. Hari sasa nak patam set tu awa. Hei. من وين هذه الأبقار؟ من هنا ولا من برا؟ من هنا. من زنجبار. أيوة. ما تجيبوا من خارج زنجبار؟ لا. يمكن في أنواع أحسن، في أنواع تعطي حليب أكثر. تو هذه وقت هذه يجي من عروشة. من عروشة. أيوة. من البر. أيوة. إيش يجيبوا أبقار منك؟ يجيبوا، لكن أنا ما أريده. ليش ما تريده؟ يعني المكان هذا ومكان هناك يعني ما سوى. ها. يعني لازم على الطبيعة. أيوة. مالهن. أيوة. طيب عروشة خضراء وفيها مطر وفيها، لكن عروشة باردة. أيوة. هنا باردة ما هو. هنا أقل البراد. شوف. ها. ها.
جيرانك عمانيين بعد؟ يلا راحوا؟ لا رجعوا عمان كل شيء اللي محطوطه. ها 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 زين. ايش تقول انت ويوم تمشيهم؟ انا اساعدك بس ايش اقول؟ يلا شو؟ يلا شو؟ يروحوا كذي ها؟ واذا بغيتهم يلفوا يمين يسار ايوه تعرفهم؟ بس روح هناك بس روح هناك بس واحد يعني ايوه بالعربية بالعربية ما تروي يعني يعرفن سواحلي هنا؟ ايوه يعرفن بس يوم تكلمن بالسواحلي يعرفن ايوه كنيا مويزي وين هذه اللغة؟ من موانزا من موانزا ايوه هذاك الصوت موانزا تبورة شنيانغا ايه لأن هناك في قبائل وانيا مويزي ايه نموذج رف وسكوما وسكوما قبائل سكوما نفس عندهم لغة بعد ها عندهم لغة وحدهم ايوه زين انت تعرف هذه اللغات الثانية؟ شو لا مين انا؟ لا شوية ما تتكلم لغة ثانية؟ مانغالوكا ماديرا بس هذا يوم تسلم ها قول انغاروكا في الصباح مانغاروكا مانغاروكا صباح الخير هذه كنيوزي ماديرا بعد الشاهي يشرب شاهي يعني ست ساعات ماديرا 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 يعني من تلقاك الضحى يعني ايوه بداية النهار ما شاء الله وانغاروكا الصباح وانغاروكا ماديرا اسمى المساء المساء سامعنها هذه الكلمة أنا قبل شغلناك اليوم شوية لا 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 ما شغل ايش هذا الزرع؟ هذا؟ ايه ولا بس كذا؟ هذا الحشيش بس هذا لازم يخاز ها؟ لازم ينظف المكان ايوه. صح؟ هذه مدلسين هذه مدلسين ايوه. هذه قرفة ايوه. قرفة لكن بعدها صغيرة ايوه بعد صغيرة شفناها القرفة يقصوها ويشحيوها يعني ايوه ايه. شو هذيك راحت بعيد واحدة ها شو هذا الوقت ما كان هاي ما بغيت يرجع من تو شو هاي قال لك غيبت شيء في الطريق يوم ترجعهم ما قال لك نسيت واحدة بقرة ها يرجع عن كاملات تطلع بعشر ترجع بعشر السلام عليكم الحمد لله شو ها وصلنا كأنه هنا البيت ايوه ما شاء الله عادي عرف مكانهم بكم ما يروح مكانهم حدا لا. ها لازم وحدك تسوي كل شيء نعم لا تحرش فيه لا تحرش لا تحرش فيه تعالي 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 مين اسمك؟ اسمي جينا لاكو هذا شونا شونا اسمك شونا شونا حلوة وين بابا؟ بابا وين؟ ناني بابا قوله وهذه ايش؟ غومبي تخافي من البقر؟ ونوقوفة
أنا بيجا. شوفي أنا بيجا. أويلي. أنا بيجا. قول بعضهم يضربوا بعضهم ما يضربوا. روح نشوف. إيه. بنروح عنك عاد إحنا. إن شاء الله. زين. قضينا معاك وقت حلو. شفنا تربية الأبقار. الحمد لله. شفنا شغلك. الله يفتح عليك إن شاء الله. الله يزيدك خير. آمين. مشكور. جزاك الله خير.